هذه بذور قطن فريون التي تركها لي جدي. جدي أصيل قرية الفريون، أهلها تعودوا أن يزرعوا القطن جيلاً بعد جيل. عندما وصل جدي 16 جاء الأجانب واكتشفوا مناجم المعدن. منذ ذلك الحين اختفت فريون من الخريطة. جدي لم يرجع إلى فريون حتى وفاته. قبل 5 سنوات حققت وصية جدي الأخيرة وذهبت إلى فريون، لكن لم أجد هناك شيء، لا قرية لا مزارع قطن، شيء واحد فقط، مناجم مهجورة تركها الأجانب منذ زمن بعد أن أنهوا المعادن. وأنت تأتي اليوم وتقول لي أنكم تريدون أن تعملوا محطة، تريد مني أن أصدقك؟ كلامك المعسول جميل، لكنه كلام فقط بلا فعل. أنا عمدة هذه البلد، البلد وأهلها مسؤوليتي، وحمايتهم هي عملي، وأنا لن أسمح للقرية هذه أن تكون فريون ثانية.各位美女，哎，有件事对不住了啊！我先给大家鞠一躬。行了，有什么事儿我们洗完澡再说，洗澡。哎，别走，说的就是你们洗澡的事儿。我刚接到通知，说拉水的车在半路上坏了，今天这早，你们是洗不成了。啊？早洗不成了？哎呦，不是，你早点说行不行呀？我这累了一天，一身的臭汗都臭死了。早知道今天我就不去帮忙卸货了，这本来也不是我们女工的事儿。 哎，美女，消消气，消消气啊！我这有两瓶水给你们解解渴。哎，得了吧你！就你这两瓶水够我们喝还是够我们干嘛呀？有本事你去多弄几桶，让我们……行了行了，小张，这事儿啊也不怪小崔，发生了不止一两次了。闲臭啊，闲臭，拿风扇吹吹，吹吹啊！真倒霉！小崔，小崔，你怎么回事啊？ 基地拢共就这几个美女，全让你给得罪了。年轻人，以后小面子这混了。不是我想得罪他们，是水车来不了了。水车来不了了。我刚接到通知，说水车在半路上坏了，今天他们累了一天，一身臭汗，现在连澡也洗不了了。这怎么办？ 我看村长对我们建电站还是有误解的。正常，改变一个人的观念比送他兜里拿钱还难。耐心一点。嗯。